السلام عليكم إخواني الأفاضل، تحياتي لكم. في هذا الفيديو اليوم سأطرح عليكم طريقة تطعيم المشماش على اللوز المر بطريقة الشق. كما تعلمون أن هذه العملية صالحة في أواخر فصل الشتاء، أي في شهر 2 وشهر 3، كما تشاهدون بالتغيرات المناخية التي ارتفعت فيه درجة الحرارة، وبإمكاننا القيام بها اليوم في 30 جانفيه في الشهر الأخير في فصل الشتاء، شهر 2 وشهر 3. هذه العملية بالشق على بركة الله، بعدما قمت بقص هذا الحامل طعم من اللوز المر مباشرة، نأخذ المقص لتحضير القلم، وهذا بعدما قمت بتعقيم هذه الأدوات المستعملة في التطعيم. نقوم هكذا، أترك 3 براعم وأقوم بالقص هكذا باستعمال هذا الشريط من السيلوفان الخاص للتطعيم. قبل أن أحضر هذا القلم أقوم بإغلاق الجهة العلوية للقلم لكي لا يجف، حفاظا عليه لكي لا يجف. أقوم بغلقه هكذا. اليوم لم تتوفر لدي مادة الماستيك، لذلك استعملت هذا البلاستيك السيلوفان العفو، هذا السيلوفان الخاص للتطعيم، فهو عازل للهواء. هكذا مباشرة نقوم بتحضير القلم. على بركة الله هكذا، كما تشاهدون نترك له هذه القشرة. مباشرة نذهب إلى حامل الطعم، نقوم بتسوية هذه الرقعة ليغاليزاسيون دو لابلي. كما قلنا سنقوم بتطعيم المشماش على اللوز المر، لابريكو سور لاموند أمير، القم من المشماش غف اللوز أرزيان. نقوم بإحداث شق أفقي على حامل طعم هكذا، مباشرة نقوم بإدماج القلم هكذا. في هذه الحالة لم أقم ببري القلم جيدا، مناسب هكذا. الأهم في هذه العملية هو تناسب قشرة القلم واللحائية لكي يكون هناك اتصال لمادة الكمبيوم للقلم وحامل الطعم. بهذه الطريقة كما تشاهدون فيه تساوية، كما تشاهدون بين قشرة قلم الطعم
القلم وحمل الطعم فيه تناسب. مباشرة نذهب إلى عملية الرد بهذا الشريط من السيلوفان الخاص للتطعيم، فهو كما قلت لكم عازل للهواء، وأيضا تأتي عملية الربط يجب أن تكون جيدة لضمان إن شاء الله عملية نجاح هذه العملية. يجب أن يكون ربط جيد ولا نترك أي ثغرة لدخول الهواء، لأن من حال دخول الهواء في التغطية بعد التغطية العملية لا تنجح، لذلك نحرص جيدا على عملية الربط الجيد بهذه الكيفية. كما ذكرت لكم سابقا بأن هذه العملية صالحة في أواخر فصل الشتاء، أي في شهر فبراير وشهر مارس، شهر 2 وشهر 3. الربط الجيد دائما يجب أن يكون لضمان العملية كما قلت لكم. على بركة الله، لا تنسوا الدعم والاشتراك للقناة ليصلكم كل جديد. تحياتي لكم وإلى فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم.